طبعا النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل حلقه جديده هنا في ايه الكلام في الافلام او سينما على الماشي. حلقه جديده بقالنا فتره كبيره متوقفين هنا على هوم سينما، بقالنا تقريبا اكتر من اسبوعين او 3 اسابيع حاجه زي كده. بتاسف جدا طبعا لو توقفت، بقالي كتير قوي ما بعملش فيديوهات لان بقالي فتره كده مش حاسس ان انا مش في المود، او بقالي فتره كده مش حاسس ان انا عايز اعمل فيديوهات بصراحه. يعني خلينا نكون صراحه مع بعض، وانا بصراحه من نوعيه الناس ما بحبش اعمل فيديوهات وانا مش في المود. يعني انا ما بحبش اطلع اعمل فيديو وانا مثلا مش عاوز اعمل فيديو، او طالع اقضي تقضيه واجب وخلاص، اللي هو في فيلم نزل يبقى لازم اراجعه ولازم انزله، في مسلسل نزل يبقى لازم اراجعه ولازم انزله. فانا مش من محب نوعية الحاجات دي بصراحة. بحب اعمل الفيديوهات لما يكون فعلا عندي نفس ان انا اعمل فيديوهات وفعلا حابب ان انا اعمل فيديو، فبعمل فيديو على طول. مش حابب ان انا اقلب اي حاجة وخلاص وبعد كده ابوست على يوتيوب. بقالي فترة الفكرة اللي انا موقف، معلش لو هنبعد شوية عن اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، اللي خلاني بقى لي فتره كبيره ما بعملش فيديوهات سواء على القناه دي او على القناه الثانيه اللي هي هوم الون. المشترك هنا في هوم سينما واللي مشترك هناك في هوم الون هيعرف ان في هوم الون بقى لي كتير جدا برده ما بعملش فيديوهات. بقى لنا تقريبا داخل في شهرين، اكتر من شهرين ما بنزلش اي حاجه، وهنا بقى لي اكتر من اسبوعين او 3 اسابيع. اسبوعين 3 اسابيع ده بالنسبه لي رقم كبير، يعني رقم كبير قوي كمان. يعني الفكرة ان انا بقالي كتير قوي ما بعملش فيديوهات زي ما كنت بقول من شوية، حاسس ان انا زي ما تقولوا كده محبط شوية، او مش في المود شوية ان انا اعمل فيديوهات ولا اتفرج على افلام ولا اتفرج على مسلسلات ولا اعمل اي حاجة. والسبب كذا حاجة، ان انا مش حابب ان انا اعمل فيديوهات كنت الفترة اللي فاتت، غير ان الواحد كان مكسل، وغير اللي هو الواحد جو الواحد مش مساعده ان هو يطلع، ولسه هيكتب ولسه هيتكلم ولسه هيتفرج وحاجات كتيرة. وغير كده اهم حاجة انا بالنسبة لي في الموضوع ده كله، اللي هو انا طالع من المود مش عايز اعمل فيديوز، لان اخدت بالي ان الفترة اللي فاتت دي كلها الشانل بتاعتي الفيوز بتاعتها بصراحة، اكون صريح معاكو وانا زعلان شوية منكو بصراحة، لان التفاعل على القناة وحش قوي بالنسبة لي. لان انا بصراحة انا شايف من وجهة نظري انا ما قصرتش معاكم في اي حاجة في موضوع الفيديوهات. انا فيديوهات على طول كنت بنزل، مسلسلات افلام اي حاجة عايز اطلع اتكلم عليها بطلع اتكلم عليها. وعملت كاتيجوريز كتيرة جدا من ساعة ما بديت القناة، وعملت فيديوهات كتيرة جدا ونزلت فيديوهات كتيرة جدا. احنا دلوقتي السنة الثانية في هوم سينما، تقريبا انا داخل على اكتر من 300 فيديو، او داخلين على 300 فيديو حاجة زي كده في سنتين، فده رقم كبير قوي بالنسبة لي. اللي خلاني اطلع اقول كده لان انا بصراحة شايف ان التفاعل على قناة وحش جدا. زي ما تقولوا كده ما اعرفش، ما حدش بيتفرج، ما حدش بيعمل لايكس، ما حدش بيعمل شير، قليل قوي لما حد مثلا يعمل كومنتس. بحاول على قد ما اقدر البي رغباتكم، لما مثلا تقولوا لي اتفرج على الفيلم ده واعمل له ريفيو بتفرج عليه فعلا وبعمل ريفيو، اتفرج على المسلسل ده واعمل له ريفيو بتفرج على المسلسل ده واعمل له ريفيو. بس انا بقى لما باجي اطلب منكم ان انتوا تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، بصراحه ما بلاقيش اي تفاعل خالص. فده برضو حاجه من الحاجات اللي بجد فعليا مزعلاني وخلاني محبط الى حد ما الفتره اللي فاتت دي كلها، لان انا شايف نفسي بصراحه مش بقول ان انا واو في عالم اليوتيوب، او انا موفي ريفيور وهمي، او بعمل فيديوهات ملهاش مثيل. بس لا، انا برضو لسه واحد بيعتبر ببدا في اليوتيوب، بقالي تقريبا داخلين يعني في سنتين اهو دلوقتي، سنتين تقريبا، يعني لسه ببدا. يعني بحاول على قد ما اقدر اكون متواجد يعني في اليوتيوب، ان انا اعمل فيديوهات كتيره، ان انا اعمل ريفيوز كتيره ومسلسلات وافلام، ولو في حاجه تطلع الواحد يستاهل يتكلم عنها سواء تريلر رياكشن او الحاجه اللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده اللي هي على خصوص مهرجان فينيس فيلم فيستيفال ومهرجان الجونه الاثنين مع بعض. فالفتره اللي فاتت عشان كده بصراحه موقف ان انا مش عايز اعمل فيديوهات زي ما كنت بقول لكم. فكره الاحباط، الواحد بصراحه حاسس ان هو محبط زي ما كنت بقول لكم، عشان ما عادش اكرر كلامي كتير. موضوع الفيوز واللايكس والشير والسبسكرايب، مفيش خالص تفاعل عندي في القناه، على الرغم ان انا ما قصرتش معاكم في اي حاجه فيديوهات، وعلى طول بنزل. ممكن في اسبوع واحد تلاقيني منزل بتاع 3 4 فيديوهات. يعني حتى يعني في كميه تريلرز نزلت الفتره اللي فاتت
بالعبيط، واقسم بالله لحد دلوقتي ما شفتش اي حاجه. يعني في كميه تريلرز نزلت حرفيا على السوشيال ميديا او على يوتيوب عامه بالهبل، سواء افلام او مسلسلات. وعرفت النهارده ان المسلسل راتشيد نزل بتاع ساره بولسون على نتفليكس، وعايز اتفرج عليه بصراحه، لسه ما اتفرجتش عليه. بس فده الحاجه اللي كنت عايز اوصلها لكم. فياريت يعني ياريت رجاء منكم عشان اعرف استمر في الشانل الفترة اللي جاية. عايزين اكتر عدد او اكبر كم من السبسكرايب واللايكس والشير. الشير مهم جدا، والسبسكرايب مهم جدا، واللايكس مهمة جدا. فياريت الفترة الجاية بعد اذنكم تزودوا التفاعل، زي ما انا ما قصرتش معاكم في حاجة، فياريت انتوا كمان يعني ما تقصروش معايا في حاجة. ان انتوا يعني زي ما انا بعمل لكم فيديوز، يعني انا عاوز مقابل بصراحة، يعني اكون صريح معاكم، لان انا يعني في ناس كتيرة جدا طلبت مني ان انا يعني اعمل ريفيوز لفيلم. كذا حد كتب لي كومنتس ان انا كنت اعمل ريفيو لفيلم اسمه المسافه صفر، ده فيلم سعودي انا لسه ما شفتوش لحد دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هتفرج عليه. فيلم توأم روحي لسه برضو ما اتفرجتش عليه، مش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا. فيلم اسمه الكهف تقريبا بتاع ماجد المصري على ما اعتقد. في كذا حد طلب مني كذا حاجه في الكومنتس، وانا بصراحه مش موضوع نفضت ان انا مش عايز اعمل، بس في نفس الوقت انا عارف ان انا كنت بلبي طلباتكم الاول. لما تقولوا لي اعمل ريفيو عن مسلسل كذا بعمل ريفيو، بسمع الكلام وبعمل ريفيو. لما تقولوا لي اعمل عن فيلم كذا بعمل الفيلم كذا، وبعمل فعلا وبنزل وبعمل ريفيو بتاعه وبعمله بوستنج على يوتيوب، وبرده ما بيجيليش التفاعل اللي هو اللي انا بصراحه انا عاوزه. ف بصراحه زي ما تقولوا كده كسلت، او مش كسلت يعني، زي ما انا كنت متوقع حاجه ان انا اكتر ما بعمل لكم فيديوز. فانا شايف ان المفروض التفاعل يزيد من حيث الاشتراكات، او من حيث اللايكات، او من حيث الكومنتس والشير والكلام ده كله. بس بصراحه ما لقيتش اي ردود افعال خالص، والفيديوهات بصراحه الفيوز بتاعتها قليله جدا. والفتره اللي فاتت برضو عملت كميه تريلر رياكشنز بالعبيط، عملت بتاع ديث اون نايل، وعملت تريفاير، عملت حاجات كتيره جدا لدرجه انا حرفيا بجد مش فاكر ايه الفيديوهات اللي انا عاملها. عملت لكم مراجعه بتاعت فيلم تانت، ومش فاكر كان في ايه تاني، كان في فيديوهات كتيره قوي الفتره اللي فاتت. فقعدت فترة كده مش عايز اعمل اي حاجة، وحقيقي انا يعني زي ما اكون قاعد صعبان على نفسي، ان انا حاسس ان انا بعمل مجهود كبير قوي، ان انا بتفرج وبكتب وبحاول على قد ما اقدر اعمل انترو حلوة، زي ما الانترو اللي انا بصراحة انا شايفة انها كانت كويسة الانترو بتاعتي في فيلم تانت. حاولت ان انا اعمل حاجة احسن من كده، بس ده اللي جا في دماغي بصراحة ساعتها. فاتمنى منكم بصراحه الفتره اللي جايه تهتموا شويه بالاشتراكات، وتهتموا شويه باللايكات، وتهتموا شويه بالكومنتس والشير. والشير مهم جدا بالنسبه لي لهوم سينما. عايزين نوصل اكبر عدد من المشتركين الفتره الجايه، عايزين نوصل اكتر من 10000 مشترك. احنا حاليا بتاع 5000 وحاجه، 5200 وحاجه تقريبا على ما اعتقد. عايزين الفتره اللي جايه نوصل اكتر من 10000 مشترك، و15000 و20 و50 لحد ما نوصل ل 100000 ونعدي ال 100000. فيا ريت يعني اللي بيحب فعلا هوم سينما، ولا عايزني فعلا نستمر في عمل الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها هنا، الريفيوز بتاعت الشانل بتاعت هوم سينما، ما تنسوش تشتركوا فيها. وما تنسوش برضو تشتركوا في الشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. بس ده كل الكلام اللي كنت عاوز اقوله. انا بتاسف جدا لو طولت عليكم، دخلنا في تقريبا 9 دقايق ولا حاجه في حاجات كتيره جدا. فخلينا نخش على طول في الكلام بتاعنا النهارده. النهارده الموضوع بتاعنا في ايه الكلام في الافلام، هو عن مهرجان البندقيه، او مهرجان فينيس، او فينيس فيلم فيستيفال لنسخته ال 77. وهنتكلم بعدين على مهرجان الجونه. مهرجان فينيس بصراحه انا حضرت مرتين المهرجان على فكره، وصورت مع كذا ممثل، واتفرجت على كذا فيلم كان ساعتها هناك. وكان نفسي فعلا انا اكرر التجربه تاني، بس ساعتها ما كنتش بعمل يوتيوب شانل، على ما كانش عندي يوتيوب شانل، ما كنتش بعمل ريفيوز ولا كنت بعمل اي حاجه. كان نفسي فعلا احضر مهرجان تاني من المهرجانات بتاعت مهرجان فينيس. مع الاسف السنه دي المهرجان كان وحش جدا جدا جدا. انا حاسس ان هو من اوحش السنين اللي اتعمل فيهم مهرجان فينيس، لان فعلا بجد كان المهرجان كان سيء بطريقه مش طبيعيه، وافلام كانت وحشه جدا. حتى الممثلين اللي راحوا اللي كانوا بيمثلوا السنه دي المهرجان في فينيس، المعروفين اللي احنا نعرفهم يعني، اللي هم الممثلين يعني اللي احنا نعرفهم، ما كانش فيه غير تيلدا سوينتون، وما كانش فيه غير كيت بلانشيت تقريبا، ومارك رافالو على ما اعتقد، ومش فاكر، ما اعتقدش ان كان في حد تاني مشهور. ده اللي انا لاحظته على الريد كاربت اللي كان موجود، سواء من اول يوم لاخر يوم. حتى فرانسيس ماكدورمان ما راحتش، كان الفيلم بتاعها اللي هو هوم لاند على ما اعتقد، الفيلم اللي كسب احسن فيلم، اللي هو بتاع الفيلم بتاعها اللي هو بتاع فرانسيس ماكدورمان، كسب احسن فيلم في مهرجان فينيس السينمائي.
الافلام السنه دي كانت وحشه جدا. حتى انا عندي القايمه هنا قدامي، عندنا فيلم اسمه مانديوبوليس، ما اعرفش ده فيلم فرنساوي، وفي فيلم تاني ما اعرفش اسمه لاف افتر لاف، هو اسمه كده بالانجلش، ما اعرفش يعني اسمه غريب شويه، باللي هو فيلم ياباني تمام. وفي وان نايت ان ميامي ده برضو ناس مش معروفين، وفي فيلم تاني اسمه لاتشي يعني فيلم ايطالي، وفي اساندريا ده موجود في ماركو زوكا ده فيلم ايطالي برضو، وفي عندنا فيلم تاني اسمه ذا ديوك برضو ناس ما نعرفهاش، فيش غير هيلين ميرن بس هي اللي كانت معروفه، و يو كيم باك فيلم تاني اسمه يو كيم باك لشاتي ماندرا ده فيلم برضو فيلم ايطالي، وفي فيلم تاني اسمه نايت ان بارادايس ده فيلم برضو كوري، وفي ران هايد فايت ما فيش غير توماس جين، انا ما كنتش عارف ان توماس جين اصلا لسه بيمثل، وعندنا فيلم تاني اسمه موسكيتو ستيت ده برضو ما فيش حد معروف فيه، ده فيلم بولندي امريكي. ده دي الافلام اللي كانت بره الكومبيتيشن بتاعه مهرجان فينيس السينمائي. اشهر فيلم تقريبا كان هناك السنه دي اللي هو الفيلم اللي كنت بقول لكم عليه اللي اسمه نوم لاند، مش هوم لاند انا اسف، اسمه نوم لاند، ده بتاع فرانسيس ماكدورمان، وده اللي هو اللي كسب فعلا الجولدن برايز بتاع او الجولدن لاين بتاع احسن فيلم في مهرجان فينيس السينمائي. كان في برضو افلام تانية، فيلم فرنساوي كسب اسمه نيو اوردر تمام، يعني برضو حتى شايفين اسامي غريبه وافلام غريبه لممثلين غريبه. في فيلم تاني برضو فيلم روسي اسمه دير كورماندس، ما اعرفش ايه الافلام دي. في فيلم تاني هندي اسمه ذا ديسبل، وفي فيلم تاني تقريبا فيلم ده فيلم ايطالي ده برضو كان كسب اسمه كوبا فولبي، ما اعرفش ايه الافلام دي. فانا بقول لكم يعني الحوار بتاع الافلام السنه دي في مهرجان فينيس يعني مش عارف ايه ده، يعني الواحد كان كل سنه بيستنى المهرجان ويشوف الافلام اللي ترشحت ويشوف الافلام اللي كسبت ويشوف مين الممثلين اللي كسبوا. في ممثله برضو دي اللي احنا نعرفها كسبت احسن ممثله هناك، بست اكترس يعني، فينيسا كيربي، في فيلم فيلم هنغاري، فيلم مجري، فيلم كندي مجري اسمه بيسز باي وومن ا بيسز اوف وومن، ده فيلم كندي مجري. افلام السنه دي بصراحه غريبه جدا، وغيرها طبعا في افلام تانية كتيره قوي موجوده، افلام ايطالي على كوري على صيني على هندي على ياباني على امريكي على مجري على الماني، في كل الحاجات. على اهو في عندي برضو الليسته قدامي، فيلم مغربي، فيلم فرنساوي، فيلم تونسي، فيلم سويدي، يعني انا فيلم كولومبي، يعني افلام غريبه مش دي الافلام اللي احنا متعودين عليها في مهرجان فينيس السينمائي. وبصراحه زي ما كنت بقول لكم يعني حضرتكم لو دخلتوا على مهرجان فينيس السينمائي بتاع السنه اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، هتلاقوا ان في افلام كتيره جدا كان ليها وزنها وكان ليها تقلها، وكان في كميه ممثلين بتروح. انا بتكلم على افلام كانت موجوده في الكومبيتيشن وافلام اوت اوف كومبيتيشن، فكان في افلام كتيره جدا وفي ممثلين كتيره جدا سواء رجاله او ستات كانوا بيروحوا مشهورين جدا. وانا كان ليا الحظ ان انا شفت ممثلين لما رحت المهرجان مرتين، اتفرجت على فيلم بيردمان، كان الكلام ده كان 2014 على ما اعتقد، اتفرجت على فيلم بيردمان Unexpected Virtue of Ignorance، وكان في كان كلهم كانوا موجودين، كان مايكل كيتون وادوارد نورتون واما ستون، كان في ممثلين كتيرة جدا، وكان في ايه تاني مش فاكر كان في ايه تاني، بس كان في افلام كتير قوي اتفرجت عليه. الفيلم ده كان في المهرجان هناك بس مع الاسف ما كنتش لسه بادئ يوتيوب يعني، وساعتها كان الواحد دفع تذكرة كانت غالية قوي يعني بصراحة، يعني الواحد دفع اللي وراه اللي قدامه عشان يخش الفيلم، صالة عرض يعني تقريبا فيها بتاع 3000 نفر يعني، وكانت تقريبا اكبر سينما دخلتها في حياتي كانت حرفيا السينما دي يعني. يعني انت لو قاعد اخر القاعة خالص حرفيا مش هتشوف حاجة، هتشوف الشاشة قد كده يعني. واتفرجت كمان على بلاك ماس في ايطاليا، بس ده كان سنة تانية على ما اعتقد، كان 2015. انا رحت يعني انا رحت سنة 2014 2016 او 2015 حاجة زي كده، شفت برضو بلاك ماس هناك، واتفرجت على فيلم ايه تاني كان، وتصورت مع جيمس فرانكو، وتصورت مع كان في كذا ممثل، وتصورت مع اليزابيث بانكس، وتصورت مع شفت جوني ديب بس مع الاسف ما عرفتش اتصور معاه، وشفت الباتشينو طبعا، وشفت ايما ستون، وشفت طبعا مايكل كيت، شفت نجوم العمل بتاع فيلم بيردمان، شفت اليغاندرو جونزاليس سينياريتو ده المخرج بتاع بيردمان،
ومش فاكر شفت فيلم ايفرست هناك، بس مع الاسف الفيلم ما كانش حلو بصراحه. شفت جاك جينلهال هو اللي كان موجود في الفيلم، شفته. وكان في مايكل شانون، شفته مايكل شانون، بس للاسف ما اتصورتش مع مايكل شانون، واتصورت مع جاك جينلهال. مين تاني؟ شفت ممثلين كتيره جدا، بس الافلام كانت قليله قوي اللي انا شفتها، لان مشكله الافلام اللي كانت بتنزل في مهرجان فينيس السينمائي. عشان كده بقول لكم الافلام كانت ساعتها كانت والله يعني في سينمات كتيره قوي في مكان اسمه ليدو في فينيس، في مهرجان فينيس يعني، في افلام كتيره جدا وكانت بتنزل في سينمات كتيره جدا. ومع الاسف ان انت لما كنت بتروح تتفرج على الفيلم تلاقي ان هو كومبليت حرفيا بجد بدون هزار، كان كومبليت، تجري تاخد بعضك مش عارف تروح فين وتركب مركب عشان تروح سينما تانية، تلاقي برضو كومبليت. طب تستنى عرض مش عارف ايه الساعة كذا، تلاقيها برضو كومبليت. فحرفيا كان كل حاجة كانت بتبقى كومبليت. نادرا قوي لما كنت، مع الاسف ان انا بتفرج على فيلم، مش موضوع ان انا ما كنتش عاوز، لا طبعا كنت حابب واتفرج على كل يوم فيلم، بس مع الاسف الافلام دايما كانت بتبقى كومبليت. لان اللي انا عرفته بقى بعد كده ان الناس كانت بتحجز قبلها بكتير، يعني كان مثلا يعني الفيلم كان ينزل النهارده، الناس حاجزه قبلها مثلا بخمس ست سبع ايام، وفي كمان اكتر كانوا بيحجزوا اونلاين او كانوا بيحجزوا بالتليفون، حوارات كتير. انا ما كنتش عارف الموضوع ده كله، لان تقريبا ده كان اول مره اروح مهرجان في حياتي سنه 2014 بتاع بيردمان، كان السنه اللي كان فيها بيردمان في ايطاليا. ده كان تقريبا اول مهرجان اروحه في حياتي على ما اعتقد، هو ده كان اول مهرجان اروحه. فالاقبال على الافلام كان كتير جدا، وانا فاكر اللاين بتاع فيلم بلاك ماس بتاع جوني ديب، يعني بدون مبالغه اللاين يعني كان فيه بتاع 300 نفر، والله ما بهزر. يعني الناس هتبالغ هتقول 300 نفر ازاي؟ ده بتكلم بجد؟ طبعا والله بتكلم بجد. انا حرفيا الطابور ده انا قعدت فيه مثلا اكتر من ساعتين وتلت مثلا عشان احجز تذكره يعني. وحلاوه بقى الحاجات اللي هناك، اللي انت ممكن تحجز يعني في زي كتيب كده انت بتحجز فيه، ويعني الشباك التذاكر اللي موجود ده هو زي يعتبر زي ما كانه كشك، مش زي عندنا بالشاشه ومش عارف ايه يعني. بس الميزه اللي عندهم ان انت يعني مثلا سي انت حجزت في السينما، يعني عايز تحجز في السينما كذا ولقيت السينما دي مثلا كومبليت، تمام، فهم معاهم زي كتيب كده بتلف الصفحات بيجيب لك سينمات تانية، انت هم معاهم تيكتات لسينمات تانية، لان كلهم في المهرجان بيبقى تبع بعض. يعني مثلا السينما بيبقى اسمها كذا الف مثلا، وسينما اسمها ب، وسينما اسمها جيم، كلهم بيبقوا ريليتد لبعض. فانت لو ما لحقتش مثلا الفيلم في سينما الف وعايز تتفرج عليه بتلحقه في سينما ب وهكذا. وطبعا انت بتختار السيت وكل حاجه، وطبعا بتفرق طبعا من سينمات لسينمات. اقل تذكره في مهرجان فينيس على ما اعتقد كان ب7 يورو او ب8 يورو تقريبا، دي اقل تذكره. عندك بعد كده بقى 10 و20 و50 و100 و200 زي ما انت عايز يعني. اقل تذكره كانت بتبقى من 5 ب7 كانت 7 يورو. انا فاكر لما دخلت بيردمان كان في تذاكر ب7، انا مش فاكر حرفيا والله دخلت كانت بكام، كان غاليه. انا دخلتها بصراحه كانت غاليه يعني على ما اعتقد، يعني كنت تدافع مبلغ محترم يعني، مش عايز اقوله في هنا في الفيديو عشان هتشلوح. بس كان في تذاكر يعني حرفيا من 7 يورو لحد ما فوق، يعني لحد فوق زي ما انت عاوز. لان انا الفيلم بيرد مان ده بالذات لما جيت اتفرجت عليه يعني مش عايز اقول لكم، يعني مع ناس جامده قوي يعني في السينما، يعني بقول لكم كان في بتاع 3000 نفر وبتاع يعني. فعشان كده بقول لكم السنه دي الافلام في المهرجان مش حلوه، وبصراحه دمها تقيل قوي. وحتى الاوسكار السنه دي مش عارف هيبقى عامل ازاي، حتى خصوصا الرولز الجديده اللي هم حطوها في الاوسكار مش عاجبني خالص الحوار اللي هم عملوه ده. فانا مش عارف حرفيا السنه دي اللي هيترشح في الاوسكار يعني ممكن يبقى ايه، يعني ما عنديش اي فكره. لان بصراحه الافلام اللي هي قدامي يعني بصراحة تقرف يعني من الآخر يعني. يعني مثلا أكتر فيلم أنا كنت بتكلم عنه في مهرجان فينيس، أو اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة في النسخة بتاعته 77، أكتر فيلم مثلا هو عمل ضجة إن هو موجود فيلم The Furnace، ده فيلم بتاع أحمد مالك اللي هيبقى فيه. أحمد مالك هو فيلم أسترالي للمخرج اسمه رودريك ماكاي، وفي كمان معانا جاي رايان في الفيلم، يعتبر ده يعني ده الممثل يعني البطل بتاع الفيلم. خلصنا من مهرجان فينيس، نخش على مهرجان الجونه. مهرجان الجونه للاسف انا دخلت عملت سيرتش على مهرجان الجونه، مفيش اي حاجه جديده خالص اتقالت على مهرجان الجونه.
على الفورث اديشن بتاعه. هو الحاجه الوحيده اللي معروفه في مهرجان الجونه لحد دلوقتي في نسخته الرابعه ان هو هيبدا يوم 23 اكتوبر اللي هو الشهر الجاي، من 23 اكتوبر لحد يوم 31 اكتوبر. غير كده ما نعرفش اي حاجه خالص على موضوع المهرجان، ولا افلام مترشحه، ولا افلام هتروح، ولا ممثلين هتروح، مش عارفين اي حاجه لسه. ما اعرفش ازاي هم يعني مش مدين اخبار اكتر على الموضوع، وخلاص اصلا بتاع الشهر الجاي، واحنا خلاص احنا النهارده تقريبا 18 و19 في الشهر، وداخلين خلاص على الشهر الجديد اللي هو اكتوبر، ولسه ما حضروش اي حاجه، ومش عارفين اي حاجه، ولسه مين هيروح ومين مش هيروح. ان شاء الله باذن الله اول لما يبقى عندي اخبار جديده على موضوع مهرجان الجونه، انا يعني ان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه ثانيه على مهرجان الجونه، هنتكلم فيه على الافلام اللي هتبقى موجوده هناك، واكيد هيبقى فيه مثلا اللي هم الجاستس اللي هم هيروحوا مثلا اللي هيتكرموا زي ما كانوا بيتكرموا قبل كده سيلفستر ستالون، واتكرم قبل كده اون ويلسون، وكان محمد هنيدي، وكان في ممثلين تانيين يعني. واكيد طبعا اول ما هيبقى فيه نيوز اكيد ان شاء الله باذن الله هعمل لكم حلقه ثانيه ايه الكلام في الافلام عشان نتكلم اكتر على مهرجان الجونه. بس دي كانت حلقتنا النهارده عن مهرجان ايطاليا اللي هو بتاع فينيس، ومهرجان الجونه السينمائي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تدعموا القناه ماديا هسيب لكم اللينك بتاع باي بال وباتريون في الديسكربشن، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانيه قريب، وباي باي.